بين 19.64 إلى 16.5 جاك اخترقها مرة تانية وحافظ عليها، وهو يلعب على الشاري فوقه اللي هي 17.90 تقريبا. ونحن الآن طالما إن لما نزل مرة تانية بعد 19.64 ما راح كسر 16.5، وقف فسوى الآن ترند. لما نجي على اليومي نلاقي عندنا سار في ترند صاعد جبل عمر. بعدين شوفوا كيف كان أدت إلى اختراق متوسط الخمسين، صار عندنا قناة صاعدة. الآن صار تفاؤلنا لو عد جبل عمر 18.70 بكرة أو خلال هذا الأسبوع جبل عمر متوسط 100، الله شوفوا حتى نحن اليوم مقفلين قريب 18.42 هلل، وهذه 18.42 مقفلين عندها جالسين نضرب فيها بس مو قادرين نقفل فوقها. لو عديناها واخترقنا 18.70 انكشف في جبل عمر المنطقة دي، واحتمال المرة الجاية لو اخترقنا الله ودخلنا عالم العشرين. هذا الدور الأول، تعرفوا الدور ده حيكون في حال اختراقه دخلنا في المنطقة اللي أبعادها 22.80-23، وممكن نشوف الدور الثاني حيكون بحول الله تعالى قريب في كلمه. وتعالوا شوفوا نظريه 3-5-7 من 17 الى 18. تخيل الان طموحنا في جبل عمر مو بس في الطلعه دي اننا نوصل 19.64، لا، انه جبل عمر يبدا ياسس قمم وقيعان صاعده عشان نروح المنطقة هذه هي عند 22.80-23.10، وشوفوا هي قريبة من إيش؟ متوسط الخمسين على الأسبوع. وعلى الشهري لا والله على الشهري بعيد لسه، يبغالنا نوصل 27 عشان نقول قربنا من متوسط الخمسين. شوفوا 26.5 المتوسط الشهري، يعني هذا يبغالنا نعدي المرحلة الثانية. فالآن حنعتبر مراحل جبل عمر من 16.5 إلى 19.64، هذه المنطقة الميتة تحت كورونا، ومن 19.64 إلى 22.80-23 هذه المرحلة الثانية، ومن 22.80 إلى 26.5 هذه المرحلة الثالثة. والمرحلة اللي هي حتكون شمنكة حلية في المستقبل طبعا، ونحن طالعين لما نروح للمرحلة الرابعة ونخترقها الله، ونخترق المتوسط الخمسين، هذه المرحلة اللي توصلنا قريب مناطق اللي هي تعادل 32 ريال، ومن 16 إلى 16.32 دبل في جبل عمر.